بقول لكل اخت وكل ام كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام وبمناسبه شهر الكريم. انا سيده سليمان مصطفى الام المثاليه، طلعت على محافظه الجيزه بعد تكريم، يعني الحمد لله رب العالمين، كنت مقدمه من 3 سنين وجم يوم الخميس الساعه 3 الساعه 1:30 قالوا لي مبروك انت فزت بالام المثاليه على محافظه الجيزه. انا ما صدقتش نفسي من فرحتي، قعدت اشكر المولى عز وجل، حسيت ان ربنا بيكفيني بالحياه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله انا بقبض تضامن 350 جنيه وانا بقبضهم، لقيت الناس بيقولوا بالام المثاليه بيكرمهم، بودت ورق الوزاره سنه واثنين والثالثه، ربنا كرمني والحمد لله رب العالمين، وقدرت اقوم نفسي بنفسي وربيت ولادي الحمد لله احسن تربيه. انا متجوزه من 94 وعندي حسن واسماء وشيماء الحمد لله رب العالمين. والده متوفى سنة 2003 11/5/2003 وكافحت وعلمتهم وقدرت على تربيتهم، وانا كنت حارسة عقار في نفس البيت اللي انا قاعدة فيه ده. واقول لكل اخت وكل ام زيي استعيني بربنا، يعني تبقي شايلة المسؤولية تبقي انت قدها، وقول يا رب ربنا سبحان الله ما بيسخرش عبده. اللهم صل على النبي. حسن اسماء وشيماء معاهم اصلا، حسن خريج اداب قسم وثائق ومكتبات جامعه القاهره، واسماء خريجه اداب قسم انجليزي جامعه القاهره، وشيماء بردك خريجه حقوق جامعه القاهره. هو والدهم مات الله يرحمه، كان حسن عنده 5 سنين واسماء 5 سنين، هم توأم، وشيماء كانت سنتين بس. انا قدرت اسيطر عليهم علشان تربيه الاولاد الصبيان غير البنات، بيبقوا شقاي عايزين عزيمه، انا قدرت اسيطر عليه اكتر من البنت وخليته يحب اخواته. قلت لهم انتوا الثلاثه ايد واحده، ما فيش واد وما فيش بنت، الحمد لله رب العالمين طلعهم الثلاثه في ايد واحده، هو الواد زي البنت الحمد لله. بس اطلبها لكل اخت وكل ام، يعني تحرصي على تربيه اولادك زي الجنيه ده في ايدك، لازم تمسكوهم، لازم تبقى رقابة عليهم، وبالذات الأولاد لما اللي بيبقى لهم صحاب تعرفي أصحابهم، تعرفي بيروحوا فين. البنات تبقى تحت عينيكي، تعرفي تشوفي بنتك بتعمل إيه، بتشوفي الواد بيعمل إيه، تبقى رقابة على الواد والبنت أكتر من نفسك، يعني دول بتبقى مسؤولة عنهم قدام ربنا. الأب غير الأم، الأم لازم تبقى رقابة على أولادها، يعني هي المسؤولة عنهم، رقابة البيت. وربنا المستعان بالله، يعني الحمد لله رب العالمين، ما دام بتسعى معاهم بتربيتهم بحسن الخلق ربنا بيوفقها باذن الله. ونقول يا رب ربنا يحفظهم من كل سوء امه وجميع من خلق المولى. الحمد لله سعيد، انا كنت يعني بحارسه العقار وبغسل العربيات ونضف شقق، واللي عايز حاجه اجيبها لي علشان اقدر اقاوم لما دخلوا ثانوية عامة. والحمد لله رب العالمين، حسن كان أداب جاب 92%، وأسماء كانت علم علوم جابت 94.5%، وشيماء جابت 88. الحمد لله قدرت أسيطر عليهم، وقالوا نساعدك يا ماما ونشتغل ونساعدك يا ماما علشان الدروس والمصاريف اللي عليكي. قلت لهم أبدا، أنا خدت يعني عهد على نفسي قدام ربنا ما تشتغلهم إلا بشهادتكم، وانا ملتمزه ما بيكم لغايه ما اوقفكم على رجليكم وتستلموا شهادتكم تقدير عالي جدا. اسماء اللهم صل على النبي طالعه بتقدير من الجامعه، تقدير مستوى يعني اللهم صل على النبي. اطلبها لكل ام وكل اخت وكل اخ يشوف اللي انا شفته في حياتي مع اولادي، ربنا عوضني خير. اسماء كان معمل لها حفله تقدير في الجامعه هي وحسن، طالعه بتقدير جيد جدا مع مكتبه الشرف، وحسن طالع بتقدير جيد جدا، وشيماء طالعه بتقدير جيد جدا من مكتبه الشرف كليه الحقوق، اتعمل لهم اللهم صل على النبي تقدير يعني كويس جدا. يعني ما كنتش قادره اتصور فرحتي، لقيت ربنا بيكفيني الخير اللي انا زرعت وبحصل انتاج ولادي. والحمد لله اسماء مدرسه انجليزي مدرسه العجوزه الخاصه، وحسن اشتغل بشهادته
في مكتبة الأكاديمية بشارع التحرير، وشيماء الوقت بتتدرب الحمد لله، وطلعت لها الكرنية علشان هتفتح مكتب. الموقف اللي حصل لي وكنت يعني واستعنت بربنا والحمد لله، جوز أسماء. لما جيت أجوز أسماء حسيت إن أنا يعني الأم والأب في نفس الوقت، وربنا اداني القوة والعزيمة وعملت لها اللي هي عايزاه كله، لغاية ما درجة قالت عايزة أعمل فرح يا ماما عشان أعزم صحابي في الجامعة. عملت لها فرحها في نادى حرس الحدود، وشرفتها ونورتها ووصلتها بيتها معززة مكرمة. بكت الدنيا كلها بتستغرب، هل أنا عملت كل ده إزاي؟ من فضل الله، وبشكر كل إيد اتمدت لي بالخير، وبشكر كل إنسان وقف معايا، وبشكر ربنا عز وجل، والحمد لله رب العالمين.